أو زوجة مثلا سافرت بدون إذن زوجها ناشز ولا مش ناشز؟ ما عنديش نص في القانون. هات لي نص في القانون يقول إن السفر فيه 1 2 3 4. النهاردة الزوجة طالبة نفقة والزوجة أصلا محبوسة على ذمة قضية وهي الطالب بنفقة. طب المحبوسة النهاردة حق الاحتباس بالنسبة للزوج أو الحقوق المترتبة مش موجود. هل الزوجة المحبوسة النهاردة لها نفقة ولا ملهاش نفقة؟ تمام. الإثبات عاوز أثبت النهاردة إثبات الزواج، عاوز أثبت الزواج العرفي أثبته بإيه؟ برجع لأرجح الأقوال من مذهب الإمام أبو حنيفة. هل يجوز إن أنا أثبت العلاقة الزوجية من خلال اليمين الحاسمة؟ إن المدعية خلاص ليس لديها سند ولا أي ثمة دليل على إثبات العلاقة الزوجية، ولم يبقى أمامها إلا أن تحتكم إلى ضمير خصمها المدعي عليه اليمين الحاسمة، هل يجوز اللجوء لإثبات الزواج العرفي باليمين الحاسمة؟ البصمة الوراثية لإثبات النسب موقفها إيه، حجيتها إيه؟ المغتصبة، هل يجوز إثبات نسب حمل المغتصبة إلى من اغتصبها الذي أدين بحكم جنائي نهائي وبات؟ فين السند؟ ما عنديش نص قانوني، ما فيش نص، فيش نصوص قانونية تعالج مثل هذه الإشكاليات والافتراضيات الواقعية. على فكرة بالمناسبة ما هياش مجرد افتراضات، كثير من القضايا من خلال مداولة الزملاء في قضايا عندهم واقعية فعلا، قضايا اغتصاب وفيها حمل ومطروح عليهم دعوة إثبات النسب. هل أعتبر ده زنا للحديث الرسول صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر؟ هل أعتبر أنه ده زنا المغتصبة؟ وهل يفرق المغتصبة دي إذا كانت متزوجة أو غير متزوجة في الرأي القانوني اللي أنا عاوز أنتهي إليه؟ أنا بأحيط حضرتك على المرجع والمصدر عموما، أنا بفتح مع حضرتك بعض المشكلات العملية، لكن القاعدة العامة اللي عاوز أوصلها لحضرتك إن أنت إذا صادف حضرتك أي نزاع ملهوش نص في قوانين الأحوال الشخصية، أنا برجع لإيه؟ لأرجح الأقوال من مذهب الإمام أبو حنيفة، زي ما القانون قال المادة 3 فقرة 2 إن أنت بتطبق أرجح الأقوال من مذهب الإمام أبي حنيفة. وهنا أسأل سؤال، الكلام جاب بعضه يعني، ما هو الرأي الراجح من مذهب الإمام أبو حنيفة؟ أعرفه إزاي؟ إيه هو الرأي الراجح؟ عشان لما أكتب مذكرة ولا صحيفة دعوة وأدور في كتب الفقه الحنفي أعرف إن الرأي ده هو الرأي الراجح اللي أنا من خلاله أقدر أستند إليه في الطلبات بتاعتي. إزاي؟ أعرفه إزاي الرأي الراجح؟ دليل من القرآن ومن السنة؟ مش بالضرورة. شوف. نعم؟ رأي الجمهور؟ إزاي يا فندم؟ نحن بنقول الراجح من مذهب الإمام أبو حنيفة. نحي الجمهور جانباً، الجمهور الحنفي والشافعي والإمام مالك، احنا بنتكلم أرجح الأقوال. القانون أحال لأرجح الأقوال في مذهب الإمام أبي حنيفة. تفضل. أيوة. هو الرأي إيه؟ الإمام زفر. ماشي. طب وش معنى يعني الإمام زفر؟ يعني هو الإمام زفر أقدم ولا أبو يوسف؟ جزاك الله كل خير. طيب نعرف ولا نكمل المحاضرة بتاعتنا؟ طيب يبقى الرأي الراجح من مذهب الإمام أبو حنيفة اللي أحال القانون إليه فيما يتعلق بالنزاعات والمنازعات اللي ملهاش نصوص قانونية هو الرأي اللي دايما يعقبه أو يشار إليه بـ12 عبارة
أو مصطلح، لما تلاقي العبارة أو المصطلح ده جنب الرأي يبقى أعرف أنه هو ده الرأي الراجح. ليس الرأي الراجح رأي الإمام أبو حنيفة لوحده، ولا رأي الإمام أبو يوسف، ولا رأي محمد بن الحسن، ولا رأي الإمام زفر، ولا رأي 2+1. لا، لما تلاقي لفظ من ال 12 لفظ اللي هقولها لحضرتك تعرف انه جنب الرأي، تعرف ان هو الرأي ده هو الرأي الايه؟ هو الرأي الراجح. اللي هم ايه؟ لما يقول لك هذا الرأي هو الصحيح وهو الأصح وهو الأوجه وهو الأشبه وعليه الفتوى وبه يفتى وعليه العمل، خلاص، وهو الظاهر. العبارات دي لما تلاقيها جنب طبعا رأي أول ورأي تاني، أي عبارة من العبارات اللي قلتها لحضرتك جنب الرأي أنت وعارف كده تعرف أنه ده الرأي الإيه؟ الراجح من مذهب الإمام أبو حنيفة. نرجع للسؤال، إحنا بنقول أنه عقد الزواج دون السن القانونية، المرجع عشان أثبت هذا الزواج صحيح ولا لا، برجع لأرجح الأقوال من مذهب الإمام أبو حنيفة. طب والإمام أبو حنيفة إيه الرأي الراجح فيما يتعلق بالسن دون بالزواج دون السن القانونية؟ إنه عنده السن العبرة بالبلوغ، البلوغ والسن، يعني يا إما تظهر بالعلامات البلوغ أو بلوغ سن 15 إيه؟ 15 سنة. لو بلغ سن 15 سنة يبقى ده علامة بلوغ، أو لو ظهرت علامات البلوغ قبل بلوغ سن 15 إيه؟ 15 سنة. طيب، القانون منع توثيق عقد الزواج في القانون 126 لسنة 2008، منع المأذون والموثق، وموثق بالنسبة للزواج في الشهر العقاري واللي موجود في وزارة العدل، أنه يوثق عقود الزواج أو حتى التصادق عليها إلا إذا بلغ الزوجين كانوا بلغوا سن كام؟ 18 سنة، خلاص؟ إلا إذا بلغوا 18 سنة. والقانون منع قبول الدعاوى اللي بيكون فيها سن الزوجين أقل من 18 سنة،